العربي عربي عربي ايش بدك؟ بليز احكي لي صار القصه كيف صارت؟ شوفي كنا اللهم صل على محمد على الساعة 3:30 هيك كنا قاعدين على الكاونتر بنشتغل مع المرضى بشكل طبيعي والمرضى كلهم نايمين، فقدنا كل المرضى، ما كان في أي شيء غريب بالقسم. هلا فجأة سمعت صوت هيك كرسي متحرك، ويل شير متحرك في بداية القسم، طلعت هيك عن الكاونتر راسي هيك فشفت واحدة هيك بديروا فيها مجموعة 3-4 شباب هيك على أساس إنه حالة ولادة أو شيء. هلا خطر على بالي إنه بدي أحكي لهم هاي قسم جراحة مش قسم ولادة. بعد هيك شالت الحرام اللي كان عليها وبلشت تجري، وكان كلهم معهم مسدسات، فبادروا مش بإطلاق النار ولكن كانوا مسدسات إطلاق يطلقوا علينا النار، حصرونا بالمنطقة هاي وراء الكاونتر، ثلاثة حصرونا وبقوا يهددوا فينا بالغاز وبالمسدسات، والبقية دخلوا على القسم مباشرة على غرفة 207 تخت الرابع بدفور اللي هي غرفة الأسير اللي اعتقلوه، كان عندنا مصاب هو. فالحين تفاجئوا هين كانوا واقفين بالمنطقة هاي بالضبط، فبادر بإطلاق النار أحدهم على الأشخاص هاي بالمسدس مباشرة من خارج الغرفة، واستمر بإطلاق النار 4-5 رصاصات كانت، ما سمعناش صوات صراخ، ما سمعناش صوات يعني ناس مصابة أو هي. فأجوا طلعوا اطلعوا الأسير حطوه على الويل شير تبعتهم، حطوا شريط لاصق على فمه ولبسوه قناع وبلشوا يطلعوا. هاي العملية كلها 3 دقائق قعدت عنا، وكل كل المرافقين طلعوا على صوت إطلاق النار. طبعا تعاملوا هم كان عددهم كبير، ممكن 15 أكثر من 15 واحد، فتعاملوا هم مع الموضوع مع المرافقين وإيش زي هيك بالتهديد بالأسلحة، وإحنا كنا محاصرين بالمنطقة هذيك وما فيش ممنوع نتحدث، ممنوع نرفع جص إيدينا لفوق، وأخذوا الأسير وطلعوا. هلأ وصلني على الكونتر صار يهددوا بي كلهم بالسلاح، بيحكوا نفس العبارة. هلا فهمت من نفس العبارة انه راح يطلق غاز في القسم، والعبارة الثانية فهمت انه في مصاب جوا، ما كانش في صراخ، ما كانش في شيء، انا شفت اطلاق نار بس ايش فكرته على الارض، فكرته على النوافذ على الإزاز هيك للترهيب. باللغة العبرية كانوا بيحكوا باللغة العبرية مش باللغة العربية. هم طالعين وصلوا غرفة 3، انا خلاص لما سمعت واحد بيحكي كنا بواحد صرنا باثنين، وهو ابن عم اللي هو اخو الاسير ابن عم الشهيد، فبيحكي كنا بواحد صرنا باثنين. هلا ادركت انه في مصاب جوا، فخليتهم بتهددوا فينا بالسلاح، عمالهم بينسحبوا من القسم ومسدساتهم لورا هيك بينسحبوا، فقلت مش مشكله هيك وقفت على الكاونتر زي ما شفتوني بالكاميرات، وبلشت اجري على الغرفه اشوف المصاب. طبعا فجاه مصاب دمه على الارض بالسقف هيك، رصاصات من النوع المتفجر بالحيط ضاربين وشيء. بلشت مباشره نادي بالكود بلو بالمساعده الطبيه من الاقسام الثانيه، وطبعا اجوا الاطباء وشيء، فبلشنا نشتغل مع الشهيد. كان في اللي هو ضربات قلب وتنفس، فنزلناه على قسم العنايه المكثفه، اشتغلنا معه ما يقارب الساعه في العنايه المكثفه، بعد هيك توفى، استشهد، ارتقى شهيدا. شكرا. ولا يهمك، تحب تشوفي الطلقات، مكان الطلقات ومكان اوكي. معلش يا جماعه بس بدنا نصور احنا على حد الاحداث هاي. شوف المصاب، معلش يا حد اسمه نشرح هذا قاعد مش مشكله. المصاب كان قاعد هنا التخت هذا، اخذوه ربطوا اخوه اللي كان محله، ربطوه هان بالحديد تبعهم هذا. والشهيد كان هاي this is gunshot. oh no. معلش يا جماعة سنونا شوي. وكان في this is a blood from the شهيد. في اللي هي الرصاصة برضو اخترقت الحيط هاي. Please translate. Sorry. Yeah, is he
Was he here at the time when was he here when yes. it happened? Yeah, yeah, he was here. He was here. بس لحظة الاستشهاد كان داخل على الباثروم. طلع من الباثروم. You talk about the who died. Okay. He was here. He was here before the 20 men come here. He راح الحمام. كان بالحمام. كان بالحمام. طلع. He was in the bathroom. When he was get out from the bathroom, yes. he see some bodies around the patients who was companion with him. After that, carried to Mr. He thought them Arab. He thought them Arab because that he want to protect his cousin, you know. Yeah. Because they look like Arab. No. They weren't dressed soldiers and you understand, okay. His cousin thought them Arab, because that he want to protect his cousin. He attacked them. They shot. Suddenly, soldiers fired. The gun shot to another guy. To the persons who get out of the bathroom. اخو الشهيد كان مربوط في التخت، انا امبارح كنت عنده في العزاء، قال لي ثلاث طلقات في ايديه لحظه خروجهم امام عيني. ياخذوا الاسير وطلعوا قبل لا يطلع اخر واحد طال المسدس، ضربوا في قلبه وضربوا في راسه، قال لي عمليه اعدام مباشره كانت. قولهم كمان انهم دخلوا بحجه معهم واحد حامل. انت حكيتها هاي حكيت النقطه لما فاتوا على الويلتشير المتحرك، كانت معهم اللي هي سيدي. واحد او واحده متنكره بزي انها جايه عمليه ولاده ومعها مرافقات اربعه إلى خمس مرافقين هيك، وكانت واحدة منقبة ترتدي زي الفلسطيني عندنا هذا الإسلامي الجلباب، فكانت هو كان شخص متنكر بزي امرأة كان يحمل مسدس، وهو من قادهم للغرفة هاي لرقم التخت اللي هو التخت الرابع. حامل مسدس. كان حامل الجلباب هاي. مش الجلباب، النقاب، كانت حاملة مسدس. كلهم كانوا. Can I take okay video him? Can I shooting him? Yeah. Photography pictures? Why not? Any. Why not? Video. Yani? Why not? Okay. But you need to ask him. But yeah. Can I shooting you? And. In English? Yeah. If he can speak English, but Arabic, okay. Arabic. Yeah. And. This is very sensitive point, but if he can say something about this accident. انت سمعت بالقصة اللي صارت هاني او ماشية؟ وسمعت انه في كان شباب هنا وفي شاب استشهد وفي شاب اخذوا اسير، سمعت بالموضوع؟ طبعا. شو انت شو شعورك؟ And please tell me his year. How old is he and name? How old? انه شعور انه اشي احكي انت شو بتشعر لما تشوف حد زوار جايين على الغرفه وبشوفوا مكان اطلاق النار وبشوفوا مكان الشهيد استلم مكان الشاب اللي اخذوك، شو انت شعورك يعني اشي؟ ليش بتفكر؟ شو في براسك هلا؟ انه اشي سيء انه ادخل مستوطنين على غرف الغرف ويقتلوا شبان من فلسطينيين. This is bad action. He is sick or something. Why is he living in hospital? Something sick? Yeah, all of his patients. Okay. How old is he? أنا 14 سنة. 14 years old. He name Bena, and your name please. اسمها بينا. أنت شو اسمك؟ حمزة. 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 اسمه حمزة. شكرا. شكرا يا حمزة. بينا. أبي أتو. بينا.